متى تظهر نتائج فيتامين بنتجار لعلاج الصلع الوراثي وعلاج تساقط الشعر؟ لو عايزين نطول شعرنا، هل بنتجار مسؤول عن تطويل الشعر وبيساعد في طول الشعر بشكل سريع؟ وهل فيتامين بنتجار ده الإشاعة اللي طلع عليه صحيحة إن هو ممكن يتخن أو يسمن الجسم أو الوش بشكل كبير؟ كل الأسئلة يا جماعة اللي بتدور في دماغكم عن بنتجار وعن فيتامينات الشعر هتلاقوا إجابتها بإذن الله في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا جماعة تكونوا بخير وشعركم بألف صحة وألف خير. علبة بنتجار دي يا جماعة بيكون فيها 9 شرايط من ده، يعني العلبة دي الإجمالي بتاعها 90 قرص، وجرعة أقراص البنتجار دي بتكون من قرصين يوميا إلى 3 أقراص يوميا. متى تظهر نتائج أقراص بنتجار؟ هنفرق هنا ما بين حالتين، لو في حالة بتعاني من صلع وراثي هرموني وبيستخدم علاج من علاجات الصلع الوراثي وليكن المينوكسيديل او اي حاجة تانية من علاجات المخصصة او الموجهة للصلع الوراثي، النتيجة بتاعت بنتجار هتظهر معاه في خلال قد ايه والنتيجة دي هيكون شكلها ايه؟ الصلع الوراثي النتيجة ما بتظهرش قبل من 4 الى 8 شهور، من 4 الى 8 شهور حسب استجابة كل شخص والتاني. ما هو يا جماعة مش كل الناس وضعها زي بعض واستجابة جسمها وامتصاص جسمها للأقراص دي متساوي. طيب في حالات تساقط الشعر، مثلا تساقط الشعر الكربي او تساقط الشعر الناتج عن سوء تغذية او تساقط الشعر ايا كان شكله، اهم حاجة تساقط الشعر اي حاجة غير الوراثي، نتائج اقراص بنتجار دي المفروض تظهر معانا في خلال قد ايه؟ على حسب ما الأطباء بيقولوا من 2 إلى 6 أشهر، بيبقى كورس بيستخدم لفترة معينة زي مثلا 3 شهور أو 4 شهور أو 6 شهور، يبقى كورس كامل متكامل كده بنستخدم فيه بنتجار لعلاج تساقط الشعر، وبعد ال6 شهور أو ال3 شهور دول بنبطله أو بنوقفه لمدة زمنية معينة، وبعد كده بنشوف تأثيره على الشعر، هل الشعر هيرجع يتساقط تاني بعد ما نوقف فيتامين بنتجار ولا الشعر هيستقر. وفي الأغلب الأعم المفروض يعني لو البنتجار نجح في حالة التساقط الشعر دي، لو تشخيص الطبيب سليم، التساقط بيقف تقريبا وما بيرجعش تاني إلا إذا حصل حاجة تانية تتسبب في رجوع تساقط الشعر. استنى ايه من فيتامين بنتجار سواء للصلع الوراثي او لتساقط الشعر العادي؟ بنيجي لتساقط الشعر العادي نستنى منه ايه؟ تقليل التساقط بس، دي الحاجة اللي هو بيفيد فيها، هو انت حد عنده تساقط بيستخدمه، فمع مرور الوقت من الشهر الثاني او الثالث يقلل تساقط الشعر ويعيد نمو الشعر اللي تساقط سابقا، يرجع يخليه ينبت من جديد، ده في حالات تساقط الشعر العادي وليس الوراثي. طيب في حالات الصلع الوراثي بقى دور بنتجار او اقراص بنتجار دي ايه؟ لو احنا بنستخدم علاج من علاجات الصلع الوراثي زي المينوكسيديل زي ما قلنا، وبنستخدم معاه حبوب بنتجار، نستنى ايه من حبوب بنتجار؟ نستنى ان هي تساعدنا في تقليل تساقط الشعر اللي بيكون ناتج عن بعض انواع علاجات الصلع الوراثي، وخاصة في بداية الاستخدام. عادة علاجات الصلع الوراثي في بداية الاستخدام بتاعها بتسبب تساقط شعر شديد شوية، بيضايق بعض الناس، حبوب بنتجار بتقلل بقى من التساقط ده وبتخلي عمر الشعراية اطول شوية، بتمنع التساقط الشديد او العنيف، ان حد يتخض يلاقي مثلا 200 شعراية بيقعوا مثلا وهو في بداية استخدامه للمينوكسيديل، ده طبعا منظر مرعب جدا لاي حد، واي حد بيعمل كده بيتوتر من المينوكسيديل، ولكن دي هي آلية عمله، هو المينوكسيديل طبيعته بيوقع الشعر القديم او الشعر الضعيف علشان ينبت لك مكانه شعر جديد وصحي. بنتجار بقى دوره ان هو بيقلل شوية من عملية تساقط الشعر اللي بتحصل من المينوكسيديل دي، زائد عليها كمان ان هو الشعراية اللي هتطلع جديدة عندنا، ما هو المينوكسيديل مثلا وقع الشعراية القديمة، تمام؟ الشعراية الجديدة بقى القوية اللي هتطلع من المينوكسيديل دي يطلعها اقوى، وتطلع الشعراية ليها سمك وحجم وليها منظر كويس يرضينا. او مثلا سيدة عايزة تطول شعرها، هل بنتجار مسؤول عن تطويل الشعر او بنتجار بيطول الشعر؟ فيتامين بنتجار بيعمل على تعزيز نمو الشعر في العموم. تعزيز نمو الشعر ده يعني ايه؟ يعني الشعراية اللي في مرحلة الاناجين او في مرحلة النمو بيحاول يحافظ عليها في مرحلة النمو دي لأطول فترة ممكنة، فبالتالي لما يخليها عمر الشعراية يبقى أطول
فبالتالي الشعرايه تاخد طول اكبر، وبالتالي ده ينعكس على طول الشعر، والشعر مع مرور الوقت يطول ويبقى اكثف. بالنسبه للجرعات، الجانتوجار ده بيتاخد كام مره في اليوم او كام قرص في اليوم؟ المتعارف عليه يا جماعه ان الدكاتره بيوصفوه انه يتاخد من مره الى 3 مرات يوميا. حد يقول لي طب ممكن اخد قرص في اليوم؟ لا، هيبقى ضعيف جدا ومش مؤثر، ولكن يعني شيء افضل من لا شيء. يعني لو حد خلاص الدنيا قافله معاه انه ياخد قرص في اليوم، ما فيش مشكله، استخدم قرص في اليوم عادي جدا، ولكن الصح بتاعه مكتوب في النشره بتاعه العلاج نفسه ان هو بيستخدم من قرص الى 3 اقراص في اليوم. بالنسبه بقى للناس اللي بتعاني من الصلع الوراثي وبتستخدم علاج من علاجات الصلع الوراثي وعايزه تشوف نتيجه اسرع شويه في وقت اقصر شويه، فيفضل ان احنا نستخدم 3 اقراص يوميا. عارف ان ده ممكن يكون مرهق بالنسبه لبعض الناس، ولكن ده للناس اللي عايزه تسرع الموضوع شويه. لكن الجرعه السهله سواء لعلاج الصلع الوراثي او لتساقط الشعر هي قرصين يوميا، ويفضل يكونوا بعد الوجبات. هل اقراص بنتجار دي بتؤدي للسمنه، بتزود الوزن؟ يعني الكلام ده يا جماعه بيحصل في حالات قليله جدا، عن طريق ان فيتامين بنتجار او اقراص بنتجار دي عند بعض الناس، مش كل الناس، بعض الناس نسبه قليله جدا، خلي شهيتهم مفتوحه للاكل، فلما شهيتهم تتفتح للاكل فطبعا ياكلوا اكتر، وبالتالي يسمنوا اكتر، وبالذات السمنه دي بتبان على الوش والخدود. يجي يقول لك بنتجار تخني، انا خدت بنتجار وبنتجار تخني. لا يا فندم، هو ما تخنش حضرتك او حضرتك، هو بمنتهى البساطه فتح الشهيه بتاعتك شويه وخلاك تاكل اكتر. حاجه برضه بتتقال على بنتجار كتير جدا، وان هو بيزود شعر الجسم. يعني مثلا لو في حد استخدمه يلاقي شعر الجسم زاد او حاجه زي كده. ده يا جماعه بيحصل، ولكن بنسبة قليلة جدا، يعني بنسبة لا تتعدى 20%، تمام؟ وهو مش بيزود عدد شعرات الجسم. يعني انت عندك مكان مثلا الايد من هنا عندك فيها عدد شعر معين، هو مش بيزود عدد الشعر ده، لكنه قد يزيد من سمك الشعر ده، يديله حجم اكبر وسمك اكبر، فانت تشوفه بعينك ايوه كأنه الشعر زاد في الجسم، ولكن بنتجار هو غير مسؤول بشكل مباشر عن زيادة شعر الجسم. ولكن في بعض الناس، وانا بقول في بعض الناس، هو مش كل الناس، دول استثناء عن القاعدة، بياخدوا بنتجار وبيزود لهم شعر الجسم. طيب ايه الفرق بين بنتجار وفيتامين بيرفكتيل هير بلس؟ الفروقات رئيسية جدا، وهم بنتجار وبرفكتيل المواد الفعالة بتاعتهم الاتنين مختلفة تماما، لكن في نفس الوقت الاتنين كويسين وبيشتغلوا حلو جدا، ولكن موادهم الفعالة مختلفة. الفرق بقى الرئيسي والجوهري ما بين بنتجار وبرفكتيل هير بلس ان بنتجار من ضمن اعراضه العرض اللي الناس بتضايق منه بيقول ان هو بيفتح الشهية زيادة، او ان هو برضه ممكن يطلع شعر زيادة في الجسم، او بيعمل سمك لشعر الجسم فيبان ان هو شعر الجسم زاد. بيرفكتيل هير بلس ما بيعملش العيب ده، او ما فيهوش المشكله دي، ما بيزودش شعر الجسم ولا بيفتح الشهيه. من حيث الفاعليه بقى، بنتجار اقوى على المدى البعيد من بيرفكتيل هير بلس، فانا دايما برشح بنتجار او اقراص بنتجار للناس اللي بتعاني من صلع وراثي، لان على استخدامها على المدى البعيد بيكون تأثيرها اقوى شوية. ولكن لو سيدة عايزة تستخدم فيتامين، برشح للسيدات تحديدا بيرفكتيل هير بلس، علشان اكتر من سبب. السبب الاولاني ان هو مش بيزود شعر الجسم ولا بيتخن حتى عند كل الناس، ما بيعملش الاعراض الجانبية دي خالص، زائد ان بيرفكتيل هير بلس هو كورس بيتاخد لفترة ويتوقف في حالة تساقط الشعر العادي الغير وراثي. في النهاية يا جماعة، بنتجار من الفيتامينات القوية جدا، وانا تجربتي الشخصية معاه ممتازة، من الفيتامينات الفعالة اللي فعلا نتائجها جميلة جدا وملحوظة للعين، ولكن طبعا بتاخد وقت شوية، واي فيتامين اكيد لازم هياخد وقت شوية. انا كده يا جماعة خلصت اللي عندي عن فيتامين بنتجار وكل الاسئلة اللي اتسألت عنه. الجزء اللي جاي من الفيديو ده لموضوع تاني خالص. كنت معزوم في يوم من الايام على فرح احد الاصدقاء اللي عايش في مكان فيه حقول ارياف، يعني اللي بنقول عليها ريف بصفة عامة، يعني مكان جميل جدا، والراجل كان عازمني على فرحه، وانا رحت الصراحة الفرح ده واتبسطت جدا ان بالناس اللي عايشة هناك في الطبيعة البكر الخصبة تماما، والناس
كانوا في منتهى يعني جودة الضيافة. الناس هناك مضيافة جدا 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 وأهل كرم جدا جدا، لدرجة إن أنا يعني حسيت إن أنا اتخنت من كتر الأكل اللي كلته عندهم. فرح صديقي ده نفسه كان الفرح نفسه روحه حلوة، أهل العريس مبسوطين بابنهم اللي بيتجوز، أهل العروسة مبسوطين بالعريس وأهله اللي هم ناس محترمين وناس هم عارفينهم وعارفين أصلهم وفصلهم. وكان يوم جميل جدا مليء بالسعادة، تشوف الفرحة الحقيقية في عيون الناس. بحس ان الافراح اللي بتتعمل بسيطة في الارياف والقرى شوية دي بتكون فرحة الناس فيها حقيقية اكتر من الافراح اللي بتتعمل في القاعات المبهرجة والدي جي والكلام الصخب ده. بحس ان الحاجات البسيطة بيكون ليها طعم حلو ومختلف. وصديقي ده كان عامل حاجة جميلة جدا، كان عارف ان في ناس جايين له من مش من البلد بتاعته، جايين له من بلاد تانية من اصدقائه يعني. فخد حتة في بيت اهله كده وحط فيها سراير علشان اللي عايز يجي يبات يعني. فانا يوميها بت عندهم في البيت يعني وكده. وسبحان الله صحيت على اذان الفجر، يعني صحيت كده الاذان الفجر هناك جميل وعذب كده، والمؤذن تحس انه بيأذن بنفس حلوة. وتفتح الشباك تشم نسمة هوا كده يعني باردة جميلة كده تثلج الصدر كده. صليت الفجر وخلصت صلاة الفجر، قلت اما ايه اخد كده جولة في الارجاء كده بتاعت المكان يعني، واتمشى شوية ما بين الحقول والمزارع. صاحبي ده كان عندهم كده زي ايه غيط بتاعهم او مزرعة جنب البيت كده، ففضلت قاعد فيها شوية. ما جه وقت الشروق وبعد الشروق مباشرة لقيت واحد من الفلاحين اللي شغالين في الأرض بتاعتهم ساحب الجاموسة أو البقرة ورا ظهره وبيربطها في الساقية علشان الجاموسة أو البقرة تلف في الساقية تدورها فتجيب لهم مية يقدروا يرووا منها الأرض ويشوفوا حياتهم. بترقب الجاموسة دي كده وبفكر فيها، ايه الجاموسه دي ولا البقره دي عماله بتلف في الساقيه كده بلا هدف؟ دي غبيه دي ولا ايه؟ عماله تلف 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 بدون هدف. هي طب مستفيده حاجه؟ لا. طب هي رايحه لوجهه معينه؟ برضو لا، عماله تلف في دايره مفرغه وانا دماغي عماله تلف معاها. جه في بالي، هو انا ايه الفرق ما بيني او ما بين اللي بعمله بين اللي بتعمله البقرة دي؟ ايه الفرق؟ حياتي بتلف في دايرة مفرغة، لا في هدف منها ولا حاجة بعملها ولا الشغل اللي بشتغله مبسوط فيه ولا الحياة اللي انا فيها مبسوط فيها. وقلت لنفسي طب ما ايه الفرق؟ ما انا بلف في نفس الدايرة، انا كمان بلف في الساقية، انا كمان فاقد الشغف بحياتي. ساعتها خدت أغرب قرار في الحياة كلها. لو عايز تعرف تكملة القصة دي ادخل على القناة اللي بنتكلم فيها عن المحتوى القصصي، اسمها القناة التانية دي، قناة احنا عاملينها جديدة بعرض فيها شوية قصص كده، قصص حصلت لي. المعلومكم يعني القصة دي حقيقية حصلت لي بالفعل. لو عايز تكمل القصة هتلاقي الرابط بتاع القناة التانية في صندوق الوصف، وهسيبهولك في الاي اللي فوق هنا. لو عايز تشترك في القناة هتلاقي الفيديو موجود فيها. وأتمنى أن الفيديو يعجبكم، وأتمنى أن القصة تعجبكم، ولو عجبتكم اكتبوا لي تعليق بس كده. وأشوفكم على خير، يلا سلام عليكم.